قمة العلا انطلاقة قوية لمجلس التعاون الخليجي في عقده الخامس بين الوفاء للماضي والبناء للمستقبل، نجاح أعمال القمة في توحيد الكلمة والصف وولي العهد. نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا. إعلان العلا صفحة جديدة في سجل العمل الخليجي وتركيز العمل معا لمواجهة المخاطر والتحديات. وزير الخارجية: القادة غلبوا المصالح العليا للمنظومة الخليجية والأمن العربي والحجر، تخطينا التحديات بقوة وعزم. ولي العهد يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين الرياض والدوحة وتعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. طي صفحة الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. السلام عليكم ورحمة الله، طب مساكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض. قمة الخليج في العلا، قمة المصالحة وعودة مجلس التعاون إلى التعاضد والتضامن والسير نحو العلا. قمة طوت الخلاف وأعلنت عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ودول الرباعي العربي، هي قمة الوفاء، قمة الشيخ صباح والسلطان قابوس يرحمهم الله، قمة الرسالة للعالم بأن الخلافات مهما بلغت داخل البيت الخليجي فإن حكمة القادة كفيلة بحلحلتها مهما استعصت. العلا كانت شاهدة على فصل جديد في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التجربة التي ولدت لتبقى، لتكبر، تشتد وتقوى، وتجتاز التحديات الواحد تلو الآخر. فأي دروس مستفادة من الأزمة المنتهية؟ أي مستقبل ينتظر مجلس التعاون؟ وكيف ستتعامل دوله مع تطورات حصلت خلال الأعوام الماضية وتحالفات طرأت في الواقع الخليجي؟ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، سائلي المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة. بين الوفاء والبناء التأمت القمة الخليجية 41 مع إطلاق اسم الراحلين السلطان قابوس سلطان عمان وأمير السلام الراحل الشيخ صباح الذي حمل راية جهود رأب الصدع، لفتة وفاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في القمة التي شكلت لمرحلة جديدة من المنظومة الخليجية بين صفاء القلوب والاتجاه إلى المستقبل بعزم وقوة. هي أول قمة تعقد خارج العواصم الخليجية في العلا، أرض الحضارات القديمة وحلم المستقبل الواعد. العلا التي وقفت شاهدة على أن اللحمة الخليجية ووحدة المصير قادران على تخطي كل الأزمات للوقوف معا وأبدا في وجه التحديات. ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التحديات التي يمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكلاءه في أنشطة الإرهابية والطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي. قمة المصارحة والمصالحة أكدت أن ما يمس أمن دولة من دول مجلس التعاون يمس الجميع بلا استثناء، لتنطلق رسائلها إلى العالم بأن مجلس التعاون ومهما اعترضه من أزمات فإن حكمة قادته وإيمانهم بالبيت الخليجي الواحد حصن متين يخوضون من خلاله معاركهم للعبور بالمنطقة ودولها إلى بر الأمان. توافق واتفاق العلا تجسد في بيان العلا الذي وقع عليه القادة لتحقيق الآمال والتطلعات وتعزيز أواصر الود والتآخي بما يضمن الاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، الاستقرار المشروط بالتضامن الخليجي وتسريع مسيرة الإنجازات.
صفحة جديدة كتبت في العلا تصدرت سطورها فيها المصالح العليا للخليج ومحيطه العربي والإسلامي، والأمال والتطلعات كبيرة في تعضيد مسيرة المجلس مع دخوله عقده الخامس بعد 40 عاما من نجاحه في التعامل مع التحولات الجيوستراتيجية في المحيط الإقليمي والعالمي، وإرساء المجلس كمرتكز عربي للأمن والاستقرار. القمة الأولى بعد رحيل المؤسسين تنضم لسجل حافل من التعاون والتكامل وقدرة على الصمود بصدق الإرادة لقادة دول الخليج، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ورؤيته الاستراتيجية الحصيفة لصيانة وحدة البيت الخليجي. أهلا بكم، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة هنا في الأستوديو الدكتور علي الخشيباني الأكاديمي والكاتب السياسي من المنامة، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صلاح الجودر، ومن الكويت عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سعد بن طفل العجمي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور علي، في توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تسمى هذه القمة بقمة الشيخ صباح والسلطان قابوس يرحمهم الله، أي دلالة بعد كل ما مر به الخليج؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد انه يعني في الاشاره الى هذه النقطه تحديدا هذا يدل على النمط الذي يحكم المنطقه الخليجيه والعلاقات التي تحكم قيادات الخليج، هي علاقات مختلفه تماما تلعب فيها الادوار الاجتماعيه والتقارب الاجتماعي والامتداد ايضا الجغرافي والثقافي. فلذلك المنطقة الخليجية اعتادت على الوفاء لكل قياداتها، فلذلك وفاء من خادم الحرمين الشريفين لقيادات صنعت الكثير للمنطقة وعملت الكثير من الجهود من أجل المنطقة الخليجية، وكانت يعني أو هاتين القيادتين هما من المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي. فلا أعتقد أنه يعني هذا النمط هذا الأسلوب بطرح أسمائهما يعني على هذه القمة، هذا يعطينا دلالة واضحة ومؤكدة على أنه البيئة الخليجية لا زالت تحتفظ بتقاليدها وقيمها، لم تخرج من هذا الإطار، وإنما هي امتداد لقيم سابقة تمتد على مد العصور. فهذا يعني دلالة على أنه المنطقة الخليجية سهلة في تنافسها وفي صراعها وفي اجتماعها مرة أخرى. نعم أستاذ سعد، يعني كان هذا الخلاف ومنذ الأيام الأولى كان هناك دور للكويت ممثلا في الشيخ صباح يرحمه الله، ثم واصل المسيرة الشيخ نواف حتى جاءت قمة العلا. أنتم في الكويت كيف تنظرون لمخرجاتها؟ حقيقة يعني الفضل فعلا بعد الله سبحانه وتعالى يعود لجهود الشيخ صباح غفر الله له واستمرارها من خلال سمو الأمير الشيخ نواف حفظه الله، ولكن أيضا الخيمة أو واسطة الخيمة التي ضمت هذه القمة هي المملكة العربية السعودية، التي قدرها ودورها دوما هو المحورية في الشأن الخليجي والعربي والإسلامي، ولا أبالغ إن قلت الدولي، لأنه قبل أشهر عقدت أو قبل أسابيع عقدت فيها أيضا القمة الاقتصادية العالمية. لكن أيضا في نفس الوقت يعني القمة اليوم هي أعتقد بأنها ربما تكون فتح نافذة لتطلع لمستقبل أفضل. أنا لست يعني برومانسي في التفاؤل، ولكنني متفائل تفاؤل مزمن، هكذا يعني شخصيتي، وهكذا أرى بأن يعني من العوامل التي تجمعنا أكثر من العوامل التي تفرقنا. لكن في نفس الوقت لا بد أن نستذكر بأن الأزمة يعني لم تأتي بأزمة واحدة، لم تكن فقط 2017. دعونا نعود ونذكر المشاهد الكريم والمتابع الكريم بأن 2013 كان هناك لقاء بين المغفور له الملك عبد الله والشيخ صباح غفر الله له والشيخ تميم بن حمد في الرياض، و وقع اتفاق من قبل القادة الثلاث لإنهاء أزمة استدعاء السفراء آنذاك. ثم توج ذلك باتفاق 2014 الذي كان من 6 نقاط وقعه وزراء خارجية الدول 6. ثم فوجئنا بالأزمة في 2017
تقريبا بلا مقدمات. وبعد ذلك يعني حدث ليس صدع، يعني كان يعني هذه الأزمة غير مسبوقة حقيقة، لا في تبعاتها ولا في اصطفافاتها الإقليمية ولا حتى بلغتها التي أفقدتنا الهيبة الخليجية، هيبة الكلمة الخليجية وهيبة الحوار والخطاب الخليجي. الهيبة حقيقة، الهيبة الإعلامية بالذات، يعني إذا ذهبت صعب استرجاعها. لكن طبعا الرهان هو على الكبار والقادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، اليوم عبروا عن صدق نواياهم بالتحرك قدما لإزالة هذا الخلاف. بقي الأمر كما هو دوما، يعني بأن المسؤولين الآن مطالبون، أقصد المسؤولين التنفيذيين مطالبون في كل الدول بأن يكونوا أكثر شفافية من أجل أن نتلافى العودة مرة أخرى لمثل هذه الأزمة. طيب. أنا يعني متفائل بحذر. ليش بحذر؟ ما بيقول بقلق يعني، وإنما بحذر، لأنني أريد ضمانات ألا نعود مرة أخرى إلى مثل هذه الأزمات التي تكررت للأسف الشديد في البيت الخليجي. أستاذ صلاح الجودر، يعني هل أنت تشاركه التفاؤل أو التفاؤل بحذر من أن الأزمات لن تعود لمجلس التعاون، أو على الأقل ستكون هناك آلية معينة خلال الأيام والأشهر القادمة لدول المجلس من أجل التعامل مع أي أزمة طارئة؟ شكرا أخي العزيز فرع، وأشكر كذلك ضيوفك الأعزاء. أنا أعتقد لا أذهب بعيدا في قضية التفاؤل، وإن كنت أتمنى أن هذا الأمر يعالج بشدة. طبعا بداية نشكر المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على معالجة مثل هذه القضية، وهذه الأمور تحصل حتى داخل الأسرة الواحدة. ولكن الإشكالية لما تتكرر مثل هذه الإشكاليات وتستمر، مما يزعج قادة المنطقة ويزعج كذلك شعوب المنطقة، ونحن مهددون في أمننا، في استقرارنا، في مصيرنا من إيران مع الأسف الشديد. لذلك ما نتمناه أن لا تعود مثل هذه القضايا. أنا أطرح قضية أن لا نعالج الآثار، ما حدث من 2017 إلى اليوم، هذه جميعها آثار، ولكن الأسباب هي ما كان فيه في سنة 2013 و2014، وهي قضية تواجد وتكاثر الجماعات الإرهابية في المنطقة المدعومة من إيران، وتسهيل مرورهم داخل المنطقة الخليج العربي، ودعمهم بالأموال، مما زعزع الأمن في مصر، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في البحرين. هذه الجماعات الإرهابية يعني حاولت تعيث، مع أن دول الخليج تحاول بشتى الطرق مكافحة هذه الجماعات، ولكن اليوم احنا لا نريد أن نعيد الأسطوانة القديمة، ولكن نريد أن نشاهد أمور على الأرض. احنا دول خليجية متعاهدين منذ سنوات، وأنا أعتقد إشارة الملك سلمان أن هذه قمة قابوس وقمة صباح هي دلالة على أن هذه القمة استمرار إلى المؤسسين الأوائل اللي اجمعوا هذه المنظومة لمكافحة ومواجهة التحديات. نحن اليوم نواجه في هذه المنطقة قضايا مصرية تهدد أمن واستقرار كل دولة بشعوبها. لذلك أنا أعتقد أن اليوم قمة العلا مرحلة جديدة، نحتاج أن نشاهد بالفعل ما يعزز ما يهدد دولة خليجية مثل البحرين، معنى ذلك يهدد الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان. أعتقد مثل هذه الأمور نريد أن نرى الأمر على الأرض الواقع، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والأمور الأخرى. نعم. الآن ينضم إلينا من الكويت رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية دكتور فايز النشوان. دكتور فايز، ربما الكويت هي أكثر المحتفين بما توصلت إليه الأطراف الخليجية، هو الاجتماع الأول للقادة بعد رحيل المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي، هذه التجربة التي اقترحها وبدأها الشيخ جابر الصباح رحمه الله وواصلت المسيرة، الآن نحن في العقد الخامس. هل تعتقد بأن صفحة الخلاف طويت بالكامل بين الرباعي وبين قطر، أم أن هناك تفاصيل ربما لا تؤثر على نصوع المشهد ولكن تحتاج إلى أيام وربما أكثر؟ يعني هو بلا شك الآن هي الخطوة استراتيجية مهمة كبيرة، أن يعني نصل إلى هذا المستوى من رأب الصدع الذي حصل في العام 2017، واللي كانت مسبباته واضحة. يعني لا يمكن أن نقول بأن يعني في العام 2017 كانت الأزمة فجأة كما تصور أو يقول البعض،
كما يعني الدكتور سعد بن طفلة قبل قليل وأشار وهو أستاذنا أن الأزمة أصلاً بدأت في العام 2013 وما قبل ذلك أصلاً، ولكن اتفاق رياض في العام 2013 ومكمل له في العام 2014 كان يعني كان أو كنا نعتقد بأن هناك عدم جدية في التعامل مع هذا الاتفاق من دولة قطر في بعض الجوانب الأمنية، وذلك استدعى الدول الأربع مقاطعة دولة قطر لأسباب أمنية أكثر ما هي أسباب أخرى. الآن تقييمنا للوضع الحالي، لا نريد أن نفتح صفحات الماضي الآن، لطالما نحن أمام فرصة مواتية لإصلاح ذات البين ورأب الصدع وتوحيد الكلمة الخليجية لمواجهة الأطماع الإيرانية والنفوذ الإيراني في المنطقة وتنامي والتوغل التركي بشكل كبير داخل المنطقة. هذا يستدعي لنا أن نوحد الصفوف وأن نبين بأن المسألة يجب أن نبعد الخلافات أو على الأقل نوجد آلية لحلها. اليوم بيان يعني قمة العلا ووجود القادة في هذا السياق، وطبعا بلا شك يعني هو حقق قفزة وخطوة كبيرة بالاتجاه الذي كنا نتمناه، ويجب أن أشير إلى أمر غاية في الأهمية، هذه الأزمة في العام 2017 ما كنا نريدها ولم نتمنى إلا زوال أسبابها منذ اليوم الأول للأزمة. يعني لم يخرج خليجي واحد ويقول نحن كنا نتمنى الأزمة هذه أن تستمر أو يتمنى في ذلك، إلا بعض الأشخاص الذين يعني استفادوا من هذه الأزمة ويريدون الاستفادة من هذه الأزمة. فبالتالي أنا أعتقد نحن أمام خطوة استراتيجية. اليوم السعودية فتحت قلبها قبل حدودها وألقت الترحاب الكبير لضيفها الشيخ تميم بن حمد في المملكة العربية السعودية، ورحب به ترحيب حار ولي العهد السعودي. هذا كله يؤشر على أن السعودية إذا يعني استمرت قطر خطوة ستستمر معها أو ستسير معها المملكة العربية السعودية خطوات وصلت نحو تماسك منظومة مجلس التعاون ورجوع قطر إلى عمقها الاستراتيجي الخليجي. الآن أمير قطر يشكر الأشقاء، يقول في السعودية على كرم الاستقبال، احتضنت العلا القمة الخليجية 41 إذن، وكانت شاهدة هذه القمة على بدء صفحة جديدة من العلاقات الخليجية. نتابع ثم نواصل. ننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، واستمر في متابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن. ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا. أهلا بكم مجددا دكتور علي. إن كانت الأزمة مع قطر بدأت بشكل مفاجئ فهذه مشكلة، وإن كانت
امتداد لمشكلات أخرى أو لسنوات ماضية لم يتم حل المشكلات فيها بشكل جذري، فهذه مشكلة أخرى من الضامن ألا تتكرر مثل هذه التجربة. أعتقد أنه يعني أولاً لابد أن نفهم أنه يعني معظم مشكلات المجلس هي لا تحدث في داخل المجلس، تحدث بتأثيرات خارجية يعني على مر السنوات كلها. فلذلك نلحظ أن المجلس بقي متماسكاً لأن الأسس التي قام عليها المجلس، كل المشاكل التي نشأت في المجلس خلال السنوات الماضية لا تنشأ في على اختلاف في الأسس أو في القواعد التي قام، إنما تنشأ من خلال مؤثرات. فلذلك مثلا مشكلة قطر هي نشأت من بعد الربيع العربي، ما يسمى بالربيع العربي، وهي مؤثرات خارجية. وأعتقد أنه يعني الأزمة القطرية مقسومة إلى قسمين، إلى شقين. الشق السياسي هي لم تتغير مستواها، هي مستواها مثل مستوى جميع الأزمات، ولكن الجانب الشعبي واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني كثف هذه الأزمة وجعلها تتصاعد وتشترك فيها الشعوب، فلذلك تداخلت المهمة السياسية مع مهام الشعوب التي لا سابقة أخرى، وهذه يعني وهذه سابقة لم تحدث في أي أزمة خليجية، ولذلك ربما عالمية. ولذلك يعني وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وجد فيها الناس فرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل بعضهم يأتي من خلال الحماسة، وهذه الحماسة هي صحيحة للجانب الوطني، ولكن القضايا السياسية ليست بهذا الشكل تحل. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني النضج الذي وصل إليه اليوم مجلس التعاون الخليجي بأنه قطع هذا الخلاف، وبعد ما كان يعتقد بأن هذا الخلاف لا يمكن أن 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 يعني يتم حله، اليوم مجلس التعاون الخليجي يدخل عقده الخامس، وصل إلى مرحلة النضج، أصبحت العقلية التي تفكر هل يمكن أن ينتقل النضج؟ يعني مرت مجلس التعاون بمشكلات عديدة على كافة الصعد، تجاوزها الواحدة تلو الأخرى، ما السبيل إلى أن ينتقل هذا النضج إلى تلك الشعوب؟ أو ألا تتدخل في المستقبل في مثل هذه الخلافات السياسية التي تحل على طاولة الحقيقة الشعوب؟ أنه يعني المرحلة الحالية التي نعيشها وخاصة بيان اليوم بيان العلا وبيان القمة أدخلنا في منظومة جديدة هي منظومة العقلانية. هذه العقلانية تحدث عنها صاحب سمو ولي العهد عندما قال إنه المصالح العليا. إذن الشعوب الخليجية اليوم والدول الخليجية بدأت تفكر بالمصالح العليا. المنظومة الخليجية هي منظومة يجب أن تبقى أو تظل موحدة. لماذا؟ لأن هناك تحولات دولية ستجبرها على أن تكون موحدة، لأنه أي اختراق لهذه المنظومة سيؤثر على هذه المنظومة باعتبار أنها هي الركيزة الأساسية التي تحفظ منطقة الخليج وتوازن العالم العربي. فلذلك المصلحة وأيضا تجاوز أيضا ما يقال عن العرب بأنهم غير قادرين على حل مشكلاتهم، أعتقد أنه اليوم كان هناك خطاب جريء، هناك عمل جريء جعل الجميع أمام مسؤوليته. فلذلك لو تلاحظ كل قادة الخليج تحدثوا عن مسؤولية كاملة للمحافظة على هذا المجلس. طيب أستاذ سعد، يعني إذا كانت التأثيرات الخارجية تلعب دورا في إذكاء الخلافات داخل البيت الخليجي، الآن لدينا تطورات، هناك تركيا دخلت إلى منطقة الخليج، وهناك إسرائيل وعلاقات البحرين والإمارات الآن معها، بالتالي نحن أمام متغيرات حصلت خلال السنوات الماضية، كيف يمكن للبيت الخليجي مجلس التعاون أن يتعامل معها؟ أنا أعتقد بأن الخطر الإيراني أو يعني دائما حين تصبح أو يكون هناك مشكلة تبحث دائما من يستفيد من استمرار هذه المشكلة. الإيرانيون كانوا دوما يحلمون بأن يوجدون ثغرة داخل البيت الخليجي. إيران ترفض التعامل مع مجلس التعاون الخليجي كوحدة واحدة، ترفض أن تتفاوض مع دولتين عربيتين ناهيك عن تتعاون أو تتفاوض مع 6 دول. وبالتالي هي وجدت في الأزمة حقيقة منفذ وثغرة حاولت قدر الإمكان أن تعززها. الخطاب الإيراني الرسمي
أحلى وأجمل خطاب توافقي تسمعه، ولكن واقع الحال هو مختلف تماما. حين يقولون شيء هم يفعلون عكسه تماما. عندك يعني من تداعيات هذه الأزمة أيضا هو التواجد العسكري التركي، يعني هذا من الملفات والاستحقاقات التي لا نعرف كيف يمكن تجاوزها. الأتراك لديهم طموحات غير يعني مو سر يعني يتحدث عنها أردوغان، وتواجد عسكريا الآن في منطقة الخليج، وبالتالي كيف لك أن تتخلص من هذا التواجد العسكري دون تداعيات ودون استحقاقات ربما تؤثر على يعني مسيرة هذه المصالحة. لا أريد أن أكون متشائم، بس أنا أطرح هذه التساؤلات أن هناك استحقاقات إقليمية في المنطقة. أنا شخصيا ما كنت أتمنى، رغم أنني لا أعتقد بأن هناك أمن قومي عربي أو خليجي دون مصر، ولكن ما كنت أتمنى أن الخلاف الخليجي يخرج خارج البيت الخليجي، حتى وإن كان إلى مصر التي هي ليست فقط جارة وإنما هي القلب من الأمة العربية كلها. ولكن أما وقد حدث هذا الشيء، رأينا شيئا جميلا من مصر اليوم. حقيقة المصريون غير معروفين بأدوارهم التخريبية الإقليمية مثلما إيران للأسف الشديد، أو مثلما تركيا ودورها مثلا في ليبيا أو في سوريا أو في العراق. نحن أمام يعني استحقاقات إقليمية، أعتقد بأن استمرار الأزمة كان سيعمق هذه الاستحقاقات. طيب ما دور مصر هنا؟ يعني إذا كانت وقعت على بيان العلا واعتبرته توثيق للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة والدول العربية، التجربة هنا كيف يمكن أن تنتقل إلى الدول العربية؟ لدينا خلافات، لم تتدخل دولة عربية مثل ما بدأت الكويت من الساعات الأولى، وحاولت أن ترأى بالصدع، واجتماعات مستمرة واصلها الشيخ نواف، وحتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن على الصعيد العربي هل يمكن تعميم هذه التجربة؟ السؤال لك سيد. شوف خلني أقول لك سؤال مهمين. يعني شوف، كان هناك شخصية الشيخ صباح رحمه الله، وهو رجل حقيقة يعني كان شيخ الدبلوماسية العربية، وطبيعته هكذا يعني أطفأ كثير من الحرائق العربية. وهناك أيضا يعني شيء مهم يخص الكويتيين أنفسهم، يعني نحن أكثر الشعوب الخليجية الذين قدرنا أهمية الموقف الخليجي بالنسبة لنا. عام 90 وجدنا المملكة العربية السعودية ودول الخليج تفتح أرضها وسماءها وماءها من أجل نصرة الحق الكويتي، وبالتالي إحنا لما انفرط أو كاد أن ينفرط البيت الخليجي أصبنا بهلع الأخ على أخيه، الأم على وليدها، الأب على أبنائه. ولذلك سارع الشيخ صباح منذ اللحظة الأولى لمحاولة رأب الصدع. مصر معروف عنها حقيقة بأنها ترى في الأمن الخليجي أمناً يعني أمناً قومياً مصرياً. بس مصر مهما كانت الخلافات، لاحظ أنها لا تلعب دوراً تخريبياً ضد أثيوبيا، رغم الأزمة مع أثيوبيا مسألة عطش، ولكن أيضاً هي في نفس الوقت تقول بكل يعني قول الكبار، وهذا الحقيقة أنا أعرف عنه، أن يعني المصريون يقولون نحن معكم في دول مجلس التعاون الخليجي بما تقررون لأنفسكم. وحين وقفوا موقفهم مع دول المقاطعة، لأن المملكة العربية السعودية حقيقة هي قائد يعني في هذا الإقليم، وبالتالي لا يمكن الموقف المصري أن ينفصل تماما، مثل ما وقف مصر مع المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب. تحول إلى السيد صلاح الجودر. السيد صلاح، يعني هناك إيمان مثل ما قلت أنت سابقا بالدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه الهم واحد والتهديدات واحدة والأمن مشترك. بالتالي في هذه الأزمة غير المسبوقة حصل فيها قطع العلاقات، سحب السفراء، وأيضا إغلاق المجالات الجوية البحرية البرية الجوية والبحرية والبرية مع دولة ليسنا في حالة حرب معها، لكن قطر لم تخرج من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليست هناك دولة خليجية على المستوى الرسمي، لا أقول الشعبي، طالبت بخروج قطر من مجلس التعاون. نعم، أنا أعتقد أن الإشكالية ليس في هذا الجانب. الإشكالية إحنا حتى وإن كان هناك اليوم توقيع على صلح أو تقريب وجهات النظر، اللي احنا مجموعة من الأسئلة المطروحة، من جاب الإيرانيين إلى مياه الخليج العربي وفتح لهم الباب؟ البحرين تصدت للمحاولات الإيرانية من 1970. من أتى بالأتراك اليوم قوات داخل مياه الخليج، ونحن نعلم الأتراك ماذا فعلوا في
في شمال العراق وفي سوريا وكذلك في ليبيا وغيرها. كذلك الجماعات الإرهابية مثل جماعة إخوان المسلمين اللي حاولت زعزعة أمن الشقيقة الكبرى مصر، من أتى بهم إلى 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 الساحة في الخليج اليوم؟ وإحنا نعلم إجرام جماعة الإخوان، الجماعات الإرهابية الموالية لإيران وهي حاولت زعزعة وقلب نظام الحكم داخل البحرين. حزب الله يمارس أبشع الممارسات داخل لبنان وفي سوريا ويحاول كذلك التغلغل في مياه الخليج. والأحزاب العراقية بأعداد كبيرة تتدخل في الشؤون البحرينية. أنا أعتقد أن مثل هذه الإشكالية هي الكرة في ملعب النظام القطري اليوم لمعالجته. لا ليست. طيب ماذا عن دخول إسرائيل على الخط الآن؟ هل يختلف أم أنه هناك علاقات مثلا أو هناك تركيز على الموضوع الاقتصادي على موضوع التقنية أم أن الأمر ينجر عليها أيضا؟ أخي العزيز احنا خلنا نكون صريح معك ولربما هذا شيء مؤلم. احنا إسرائيل في الخليج لم نتعرض لأي ممارسة مع إسرائيل. يعني احنا 70 سنة كنا ضد إسرائيل ولربما نشن الحملات الإعلامية على إسرائيل، لكن لم نجد ما يسيء العلاقات بين إسرائيل وحتى دول الخليج اليوم. الخطر القادم من إيران ومن تركيا وإسرائيل، وحتى وإن كان هناك اتفاقيات هي اتفاقيات بين البحرين والإمارات وهي قرار سيادي لدول، ولا نفرض هذا الأمر على دول أخرى. ولكن كذلك هذا الأمر لما تكون في اتفاقيات بين البحرين مثلا أو الإمارات مع إسرائيل، هذا قرار مصيري، دول تحاول تدافع عن نفسها في اتفاقيات مع أمريكا إسرائيل دول العالم اليوم. ونحن الشعوب نرنو إلى السلام ونبحث عن السلام مع التأكيد على الحقوق الفلسطينية حتى لا نتجاوز هذا المسألة. نعم. وكأننا نحن ذهبنا في الصف الإسرائيلي، نحن نتمسك بقيام دولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية وعودة المهجرين الفلسطيني، كل هذه الأمور واضحة. ولكن اليوم لعودة العلاقات داخل الخليج حتى لا نكون أناس نرجسيين في هذا الجانب، نريد من النظام القطري مع اليوم هذه الكرة في ملعبه، هذه الجماعات الإرهابية يجب أن نصفيها، نوقف الدعم المباشر لها، القناة الجزيرة وهي تمارس تتدخل في البحرين. إذن لدينا تحديات إقليمية يجب التعامل معها. سنعود لهذه النقطة. ووصلت فكرتك سيد صلاح الجودر. بنهاية أعمال القمة الخليجية بين القادة حضر إعلان العلا الذي أكد على تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات بين دول المجلس تغلبها أو تغلب المصالح العليا. نتابع أبرز بنود البيان. دكتور فايز النشوان، يعني من الواضح أن كل دولة تعتبر الهاجس الأمني يعني تحديا كبيرا مع تقارب أو تشابه أنظمة الحكم في دول الخليج، ولكن موضوع الأمن يتصدر. هناك حديث أنه أي تحالف هو حق سيادي لكل دولة، هذا بالتأكيد، وأن ذلك لضمان أمنها. لدينا الآن رؤية طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في العام 2015، وهناك
اتفاق على تنفيذ كامل لها ودقيق وفق جدول زمني محدد، متابعة دقيقة، استكمال الوحدة الاقتصادية، المنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة. هل تعتقد بأن ذلك كافي لدول الخليج حتى تتعامل مع تحديات المستقبل؟ أي دولة في العالم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوى دولة عسكرية في العالم، لديها تحالفات عسكرية ولديها علاقات عسكرية مع دول العالم. أنت لا تعيش في محيط وحدك في العالم، بالتالي يجب حتى لو كنت قويا ونافذا وكذا، يجب أن يكون هناك علاقات عسكرية وتحالفات مع دول قوية مثل الدول التي نتحالف معها، سواء كانت الولايات المتحدة أو بريطانيا وغيرها من الدول الحليفة. لكن بلا شك أن الوضع مبدئيا يجب أن يبدأ بنفسك وقواتك المسلحة وتطويرها، وهذه ما تعمل عليه حتى رؤية السعودية 2030 وتعمل عليه كل دول مجلس التعاون. لكن المشكلة في أنك تتحالف مع دولة، تكون عضو أنت في مثلا مجلس التعاون وتتحالف مع دولة عسكريا أو سياسيا واستراتيجيا، هي أصلا معادية لهذه الدول من ضمن الدولة المعنية، فبالتالي هنا تكمن المشكلة أو تشكل خطرا على هذه الدولة. يعني لنكن صراحة ونتكلم بكل يعني صراحة، مشكلة الأزمة القطرية بدأت مثل ما قال ذكر الزميل قبل قليل على موضوع الربيع العربي والتأثير على مصر، ونحن نصر يعني قلب الأمة العربية وهي الهاجس التي نستشعر أننا مرتبطون بهذه الدولة. ولو قرأت في بنود 2013 اتفاق الرياض في 2013 والمكمل في 2014 يحوم حول مصر، يعني حتى في يعني الدكتور سعد ذكر لماذا مثلا دخول مصر، لان مصر هي المساله الامنيه الاستراتيجيه لنا، فبالتالي حتى وجودها عسكريا كحلف عسكري استراتيجي الان نامل ان تكون الحل الذي او الحلحله التي حصلت او لنقل الخطوه الكبيره التي حصلت والكبرى التي حصلت في الواقع اليوم في قمه العلا في قمه مجلس التعاون، ربما تشكل خطوات إيجابية في المستقبل نحو تحسين العلاقة ما بين دولة قطر مع جمهورية مصر العربية. طبعا لا شك أن اليوم تواجد وزير المالية القطري في جمهورية مصر لافتتاح فندق، لا شك أنه له مؤشر جيد. صحيح. يعني هناك واضح أن المصريين يريدون أن يفتحون العلاقة من جديد مع دولة قطر، هذه كلها مؤشرات جيدة. لكن إن سألتني هل تستطيع أن تستغني أنت عن تحالفاتك العسكرية مع دول العالم؟ لا طبعا. لكن طيب هذا إن سألتك عن النقطة التي أثرتها الأمور التي وضعها الملك سلمان في العام 2015 حتى واضحة، الذين استفادوا من الأزمة تحدثت عنهم سابقا، أو بين قوسين لنسمي المرتزقة من أي جانب إن كان من داخل دول الخليج أو من خارجها، هل تعتقد بأنهم يصمتون خلال الفترة القادمة أم أنهم يبحثون عن أزمة ليثيروا من خلالها أو يسترزقوا أيضا؟ هذا سؤال جيد. أولا يجب أن نعرف أن الدول الأربع متباينة في موضوع الأزمة مع قطر، يعني ليست كلهم بمستوى الحرارة التي قدمتها السعودية مع قطر. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، هناك خلاف. يعني أنا لا أعتقد أن مثلا الإعلام الإماراتي سيخفف الوطأ إلا نسبيا، وبالتالي أنا أعتقد ربما الأزمة ستستمر ما بين البلدين العزيزة، ولا نتمنى ذلك في الواقع. لكن هؤلاء المرتزقة متى ما وجدوا لهم يعني داعما سيستمرون، متى ما وجد لهم يعني شخص يستغل هؤلاء سيستمرون، متى ما توقف عنهم التمويل سيذهبون ويضربون الذي كان بالأمس يمولهم ويعطيهم، ولنا في ذلك يعني شواهد كثيرة. يعني بالمناسبة الإشارة التي أشرتها قبل قليل للزميل عن موضوع الإعلام وغير ذلك من قضايا، صحيح أن الإعلام استخدم بشكل سيء في هذه، وكما سماها الشيخ صباح رحمه الله الإعلام الواطي، لا شك، لكن في أزمة قطر. لكن من الذي استخدم الإعلام منذ العام 96 وهو يهاجم دول مجلس التعاون؟ هذا يجب أن نرتكز لهذه القواعد. من الذي استخدم ووضع مثلا دراسات، مكاتب دراسات لا تليق في دولة يعني نعتبرها عمق استراتيجي لنا وهي دولة عزيزة؟ الآن لا نريد أن نفتح صفحات الماضي، نحن أمام مبتهجين أمام هذا التصور أو هذا التطور الذي حدث. لكن هل لدينا أمل في أن تحل هذه الملفات كلها بضغطة زر؟ لا أعتقد. لكن هناك ربما خطوات لبناء جدار الثقة وبناء قواعد متينة
مع دولة قطر ويعني طيب. حتى لا تتكرر هذه الأزمة مرارا وتكرارا في كل 4-5 سنوات على مقال يصدر هنا أو مشكلة تصدر هنا وتصدر أو تهجم على دولة لنا علاقة معها مثل السودان مثل الجزائر مثل غيرها. لا نرغب في ذلك، نود أن تستمر الألفة ما بين الدول العربية وخاصة دول هذا واضح دكتور. طيب دكتور علي، إيران تعتبر نفسها هي القوة الطبيعية أو القوة الرئيسية في المنطقة، وهذا يهدد جميع دول الخليج بكياناتها المجتمعة أو بكيانها المجتمع، بالتالي البعد الأمني إلى أين يتجه مستقبلا مع دول الخليج؟ أعتقد أنه يعني أولا لازم ننظر يعني بصدق أنه يعني بعد 2010 أصبحت القوى العربية محصورة في المملكة العربية السعودية ومصر، وأصبحت هاتين القوتين هما الركيزة الأساسية التي تعتمد عليهما منطقة الشرق الأوسط بأكملها. المملكة العربية السعودية لا تتحرك لوحدها، تتحرك وفق المنظومة الخليجية. المنظومة الخليجية هذه تقع على ضفة الخليج، في الضفة الأخرى هناك إيران، إيران التي تحاول أن تخترق منذ أكثر من 4 عقود تحاول أن تخترق هذه المنظومة. فلذلك نحن نجد أنه منظومة الخليج يعني دائما تتماسك عندما يعني تهديدات. يأتي التهديد من إيران، ولذلك أيضا إغلاق هذه الفقرة التي كانت من الممكن أن تكون مسارا لدخول إيران من خلالها قطر كان عامل مهم جدا في السياسة الخليجية. التهديد الإيراني سيظل ما لم يتخذ العالم يعني إجراءات. أيضا الوحدة الخليجية باعتبار أنه المملكة العربية السعودية ودول الخليج هي حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، حل هذه المشكلة وقيادة المملكة العربية السعودية ستكون ثقل أمام أمريكا لتكون دول الخليج عامل مساعد أو عامل رئيسي في أي اتفاق نووي يحصل مع إيران مستقبلا، لأنه المواجهة العسكرية لن تكون ذات فائدة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني لن يعني تكون في مواجهة عسكرية، قد تتخذ هذه المواجهة إسرائيل، ولكن الجانب الأمني أنه الخليج اليوم يتخذ هذا الجانب درءا ومحاولة للتخلص من التهديدات الإيرانية سواء بالصواريخ أو حتى في رغبتها في بناء مفاعلات نووية. طيب أستاذ سعد، يعني الاتجاه السياسي لدول الخليج ما هو هذا الاتجاه المتوقع طالما أن لدينا مشكلة وهناك موضوع الاتفاق النووي وقد تريد أو ترغب دول الخليج بأن يكون لها كلمة على الطاولة أو موقف موحد، هل هذا ممكن خلال الفترة القادمة؟ يعني هذا هو يعني السؤال الأهم. من يقرأ البيان الختامي بيان العلا اليوم يقول بأن هناك توافق تام بين كافة الدول الست حول القضايا الأساسية الإقليمية، تجاه اليمن نفس العبارة، تجاه الجزر الثلاث الإماراتية، تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، تجاه العراق، تجاه إيران، تجاه يعني. وبالتالي البيان جميل جدا، هنا يأتي دور المنفذين والتنفيذ. إذا ترجم هذا البيان إلى واقع فإنني أعتقد بأن يعني الجواب على سؤالك نعم، يمكن أن نتفائل ويمكن أن نسير قدما ويمكن أن نكون أكثر قوة مما كنا في الماضي. أما إذا كان البيان هذا طيب. الجميل هو مثل كثير من البيانات الجميلة في الماضي ولا نجد آليات لتنفيذه ودرجة من الشفافية والمحاسبة في تنفيذه، فإنني أعتقد بأن الأمور في قد أقل لا تكون من دقيقة وردية مثل ما صلاح الجودر أنت كرمت، يعني موضوع تطور التعاون والتماسك داخل مجلس التعاون هل تعتقد بأنه سيسير للنحو الأفضل وحسب المرجو منه من خلال هذه القمة؟ أتمنى أن يكون إلى الأفضل، يعني القمة اليوم والتوقيع على هذه الاتفاقية لربما يعني ترفع نوع من التفاؤل، ولكن احنا كانت عندنا تجارب سلبية سابقة وخاصة في ال3 سنوات الماضية مع الأسف الشديد مثل النظام القطري وقناة الجزيرة مارسة وأبشع الصور الجيرة مع البحرين، بثوا برامج ما خفية أعظم، الفقر، التحريض، وطبعا هذه كلها باءت بالفشل لأن الشعب البحريني خلف القيادة السياسية كتلة واحدة. طيب وإحنا كذلك كمنظومة خليجية اليوم نواجه
النظام الإيراني بأدواته الإرهابية ويستمر استهداف دول الخليج وليس فقط البحرين. أنا أعتقد أن اليوم مرحلة جديدة يجب أن نتجاوز. دكتور فايز النشوان، باختصار شديد أنت كرمت، إذا تركنا خلفنا كل الخلافات، ما هو الذي الأمر الذي يجب أن نركز عليه في المستقبل القريب؟ أنا أعتقد الجوانب الأمنية، وربما أعتقد يعني مثلا دور تنامي الدور الإيراني، بلا شك يجب أن نرى ونراقب الدولة التركي، هل ستتحسن علاقاتنا معهم في المستقبل؟ هل سيكون هناك تغير في الدبلوماسية والتحركات التركية في المستقبل؟ أنا يعني نترقب هذه المسألة. شكرا. وبلا شك العنوان الثاني وربما يفوقه أهمية وهو الجانب الاقتصادي. شكرا جزيلا لك دكتور فايز النشوان، رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سعد بن طفلة العجمي من الكويت أيضا، والكاتب والباحث السياسي الأستاذ صلاح الجودر من المنامة، وأشكرك دكتور علي الخشيبان الأكاديمي والكاتب السياسي ضيفي هنا في الاستوديو من العلا أرض الحضارات القديمة ورؤية ولي العهد المشرقة. انطلقت القمة الخليجية 41 ليكون التاريخ شاهد عيان على انطلاقة مجلس التعاون نحو المستقبل. في أمان الله، نلتقي غداً.